عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل الأندومي بطريقة حلوة وطريقة وعلى طول كده من غير أي مقادير، هعملها معاكم على طول. أنا حطيت الحلة بشوية زيت وفرمت بصلاية، لازم أحمرها بالشكل ده تحميرة جامدة. دي الطريقة أنا بحب أعملها، طريقة حلوة قوي وبتدي يعني شوية من طعم الأندومي. طبعا إحنا مش هنجيب الطعم لازم كله. على ما المكرونة عندي تتسلق، انا هحمرها جامد بالشكل ده، وبعد ما احمرها هحط التوابل. التوابل عندي بابريكا وكركم وفلفل اسود وشوية كاري صغيرين بالشكل ده. بعد ما تتحمر بالشكل ده هحط المية، واول ما المكرونة تتسلق عندي هوريها لكم. المية بتغلي اهي، هحط مرقة انا كنت عاملاها اهي، دي المرقة كنت عاملاها، ان شاء الله هبقى انزلها لكم في فيديو باذن الله. هحط بقى المكرونة نص سلقة، هنزلها، وحطيت الملح وهرجع لكم. رجعت لكم بعد ما خلصت الاندومي بقى بالشكل ده. هو طبعا مش هيدي الطعم اللي بره خالص، بس احسن وانضف وطعمه هيعجبكم جدا، طعمه حلو بجد. اتمنى وصفتي تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.